اول حاجه هبتدي بيها هعمل البشاميل الاول، وانا شغاله فيه وبضرب فيه هروح عامله اللحمه المفرومه. طبعا هي متعصجه، انا بس بكسب وقت. المتعصجه دي محطوط فيها معلقه سمنه وبصلايه صغنونه خالص، ملهاش دعوه ببقيه مقادير الخضار اللي موجود عندي، ده هيتضاف عليها بعد ما تتعصج، يزود لي كميه اللحمه وفي نفس الوقت طعم الخضار الفلفل والبصل والجزر بيبقى باين كده في اللحمه المفرومه جوه الحشوه بتاعت المكرونه، بتبقى غنيه جدا جدا. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف اول خطوه معانا البشاميل. هاخد اللبن ومعلقه جبنه بيضة. اعملوا البشاميل ده بسم الله ما شاء الله عليه رائع، وكمان معلقه القشطه، مكعبين الجبنه، واهم حاجه عندي معيار دقيق عشان يطلع معاكي بشاميل كريمي جدا ان شاء الله، اللي هو 3 ارباع كوبايه دقيق بمج الشاي العادي اللي عندك على لتر لبن. خلاص اتفقنا على كده؟ يعني كوبايه دقيق مش مليانه، 3 ارباع كوبايه. هنعمل ايه بقى يا ام رامز؟ اهلا وسهلا. خير يا هاله. يا صباح الهنا، صباح السعادة يا ام رمزي. كل ما اجي اتصل بيكي ما بوصلش خالص دلوقتي يا هالة. ليه بس يا قمر؟ ليه ما احنا مع بعض اهو؟ لا انا بناشد القناة، مدير القناة بقول له يجيبك زي ما كنت في الأول. أتمنى والله، وأنا بضم صوتي لصوتك يا ام رمزي والله. لا بصراحة يا هالة صدقيني بفضل اتصل ما بوصلش بيكي خالص. ربنا يخليكي وعلى عيني لو بيجي. وانت عارفة إن احنا بنحبك وما نقدرش نستغنى عنك. يا رب يخليكي، انتوا حبايب قلبي والله، تعيشي. ربنا يخليكي. اشكرك. كل سنه وانت طيبه وتسلم ايدك على البشاميل اللي انت بتعمليه. يلا شوفيها. لا ده انت اعمليها بقى. لا شوفي الطريقه دي النهارده بقى وهتحلفي انها احلى 100 مره ان شاء الله. انت حاجتك فل يا هاله، ربنا الله يكرمك يا رب. حبيبتي تعيشي، كل سنه وانت طيبه وكلنا طيبين يا رب. وانت طيبه حبيبتي. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي مع الف سلامه. مع السلامه. انا حطيت ايه؟ لتر لبن، معلقه كبيره جبنه بيضة اي نوع موجود عندك في التلاجة، ومعلقه كبيره قشطه، دول لغايه دلوقتي اللي اتحطوا هنا في الخلاط. بعد كده ادي عندي يا ستي كوبايه الا ربع دقيق. بسم الله تنزل كده بالراحه، يعني كوبايه مش مليانه من مج الشاي، عشان السؤال ده بتساله كتير قوي، انهي كوبايه؟ كوبايه مج الشاي العادي 3 ارباع كوبايه على لتر لبن، وادي مكعبين الجبنه، وشكرا على كده، ونقفل الخلاط ونديها ضربة حلوة قوي. يلا بينا. مش اكتر من كده، بس كده كل المقادير اللي انا حطيتها دوبتها في قلب بعضها بطريقة بسيطة وسهلة جدا. هروح جاية بقى جايبة حلة صغنطوطة كده او كزرولة على النار، وهحط فيها حوالي معلقة كبيرة زبدة. هنا ممكن تقدري تعملي البشاميل من غير مادة دهنية خالص. ازاي الكلام ده؟ هروح واخدة اللي في الخلاط في الحلة او في الطاسة وافضل اقلب فيه وهو على النار كده، هيتقل معايا وهيبقى زي الفل، مفيش اي مشكلة خالص للناس اللي مش عايزة المادة الدهنية. هدوب معلقة الزبدة. مين معانا؟ يا فاطمة. ازيك يا مساء؟ عاملة ايه يا شيخانة؟ الحمد لله. ازيك يا قمر؟ اخبارك ايه؟ كل سنة طيبة. عاملة ايه؟ وانتي طيبة يا قلبي، تعيشي بخير. انا حضرتك كان عندي استاء سري، حضرتك ما حدش خد منه الرقم. احنا كل طيب، ما حدش خد الرقم؟ يا فاطمة خالص لا. طيب خليكي ما تقفليش، محمد هياخد الرقم. شرفتيني والف سلامة عليك يا قمر. ادي كده معلقة الزبدة اهي ساحت، اروح نازلة على طول بمقادير الخلاط عليها. يا ام حماده اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ هاله؟ ازيك يا ام حماده، عامله ايه؟ انت عامله ايه حبيبه قلبي؟ بخير، فضل ونعمه من ربنا، الحمد لله رب العالمين. وحشانه كتير، انا بحبك جدا. يا رب يخليك يا ام حماده ويخلي لك حماده يا رب، اللهم امين. يا حبيبه قلبي الله يكرمك، الله يكرمك، ودايما مع بعض كده في الخير على طول. أنا من اسكندريه على فكرة، مش من القاهرة. يا سلام على ريحة البحر اللي هلت معانا. الله يخليك يا شرفتيني. حبيبتي منورة، وبحيي أهل اسكندريه كلهم حبايبنا. الله يخليك وتسلم ايدك على المكرونة. الله يكرمك، شوفيها معانا بقى النهارده من الألف للياء إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله يا حبيبتي، وتعجبك كده إن شاء الله. الله يخليك يا استفادة. تعيشي يا أم حمادة، تعيشي، شرفتيني. ده كده البشاميل خلص خلاص.
شكرا ليه. بصوا واحنا واقفين مع بعض على العين الثانيه حطيت حته زبده صغيره واحط عليها معلقه صغيره خالص زيت كده يسخنوا، وهنزل باللحمه المفرومه اللي عندي. زي ما قلت لكم يا جماعه انا بعصج اللحمه المفرومه الاول من غير اي حاجه، بعد ما تتعصج وتاخد تكش تاخد الكشاشان بتاعها واستوت اضيف عليها الخضار تقلبتين على النار واطلعه بره. بيفضل الخضار يا جماعه صاحي مصحصح كده طعم وريحه ولونه كمان جوه اللحمه المفرومه، لكن لو حطيت من الاول خالص بيبتدي يدبل معايا ما بحسش بيه جوه الخلطه، ولا كانك حطيتي فلفل ولا كانك حطيتي بصل. يعني ايه؟ تعالوا نترجم الكلام ده مع بعض كده عمليا. ادي اللحمه المفرومه اهي، اسخنها بهذا الشكل دي كده، مفيش بقى اي اضافات، هي ستي عليها اتعصجت من غير اي اضافات. ويجي في البشاميل اوعى تغفلي عنه، 3 ارباع كوبايه دقيق على لتر لبن في الخلاط تديكي بشاميل ناعم جدا وكريمي جدا جدا ان شاء الله. هنا بقى اللحمه المفرومه عندي اهي خلاص سخنت، صوت عالي، بصوا سامعين الصوت عامل ازاي، معنى كده ان مفيش سوائل خالص. انزل بقى بالبصله، وكمان الحركه بتاعه الخضار وهو ني كده بتزود لي الكميه جدا بتاعه اللحمه. يعني انت لو حاطه ربع كيلو لحمه مفرومه مع شويه الخضار يدوكي مثلا مقام نص كيلو. ندي تقليبه هنا ونزود كمان فلفل، بسم الله، حامي بقى او بارد على حسب الرغبه زي ما بتحبي، وهقلب. وبعدين هاخد الجزرايه بتدي تسكيره حلوه قوي قوي للخلطه. يا سمر، الو، ازيك يا ست هالة؟ ازيك يا احلى سمر، عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي وحشاني؟ بخير الحمد لله، فضل ونعمه، تعيش كويسه يا ست هالة؟ اه يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. مع اني ما بكلمكيش بس والله بتفرج عليكي على طول. حبيبه قلبي، يا رب دايما كده معايا على طول يا سمر. يا رب يا ست هالة، والله بتفرج عليكي من ايام بانوراما فود والله. الله اكبر، ربنا يخليكي ليا على طول، ومنوره سفره وطبليه يا حبيبتي. ربنا أشكرك. يخليكي يا ست هالة، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ تحت امرك، اتفضلي. الحليب، الحليب المكثف، حضرتك قلت عليه نحط عليه زبده. ما ينفعش حاجه غير الزبده؟ شويه زيت. ايه؟ زيت، ما تحطيش سمنه. احط زيت يعني؟ زيت، اه، بس نوع زيت يكون نضيف، يعني زيت ما يكونش بيعمل ريحه. طب احط قد ايه شفايه؟ معلقه برضو؟ اه، حوالي معلقه زيت، مش اكتر من كده. ماشي حبيبتي. ماشي يا قمر، شرفتيني يا حبيبتي. تعالوا بقى شوفوا البشاميل بتاعنا، بصوا ما شاء الله عليه عامل ازاي، كريمي خالص ازاي، لا كلكع ولا في اي احتمال انه يكلكع، لان انا دوبت الدقيق مع اللبن في الخلاط الاول، فخلاص ما بقاش عندي دقيق ممكن يكلكع معايا. شايفين كريمي خالص ازاي اهو، الله اكبر عليه، وقوام مناسب جدا جدا جدا، شكرا ليه. نشيل المضرب ده، مش محتاجينه تاني خلاص. والبشاميل بتاعي خلص، مش هقولك في 5 دقايق، ده في دقيقتين يا ستي. نركنه دلوقتي لغاية لما نجيله، نشيل الحاجات دي بس كده. نيجي هنا، احنا دلوقتي شغالين في اللحمة، تعالي بقى على العين الكبيرة، بصوا بقى الخضار صاحي ازاي ومزهزه معايا ازاي وبيضحكلك ازاي، وزود لي كمية اللحمة ازاي اهو، يا دوبك بس ياخد السخونية كده بتاعة اللحمة. هوسع له عشان عايزة احط معلقة صلصة بتدي تطعيمة حلوة قوي للحمة المفرومة. الريحه طالعه، عسل عسل عسل، تستاهل بقكم بجد. هنحط على اللحمه المفرومه ملح وفلفل اسود وشويه بهارات، ادي ملح وادي بهارات، وبحمص الصلصه ازاي زي ما انتم شايفين، الحركه دي مهمه جدا. عملت حفره حطيت الصلصه بحمصها الاول اهي في السخونيه بتاعه الطاسه لوحدها بالشكل ده، شوية فلفل اسود. البشاميل برضو حطيت له ملح وفلفل اسود بس، والفلفل الاسود كان شوية قليلين عشان ما يغمقليش البشاميل كده. خلاص الصلصة هي معايا اتحمصت وساحت كده من السخونية بتاعت الطاسة، اروح واخدة بقى اللحمة المفرومة ومقلباها كده معاها، ودوقي احلى تعصيبة للحمة المفرومة. طبعا طعمها الجميل ده هو اللي هيحليلي صينية المكرونة بإذن الله. هكذا بسم الله. ماشي،
نقلب. يا داليا يا دليا حبيب عين. يا دليا اهلا وسهلا. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. عامله ايه يا داليا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازاي صحتك يا جميل؟ بخير يا حبيبتي، فضل ونعمه من ربنا والله. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. يخليك يا داليا وما تحرمش منك يا رب ابدا. اشكرك. صباح الفل عليكي وعلى كل الاستاف. صباح العسل على عيونك، صباح المكرونه البشاميل اللي تستاهل بقك في الساعه دي. بقول لك يا هلوله، تحت امرك. الامر اللي مش انا عملت اختراع. قولي يلا عرفينا. مربة سفندي. الله الله الله، ده زي مربة البرتقان كده. والله جميلة طبعا. الله أكبر عليك. البرتقان والنارنج. ايه الستات الشاطرة دي؟ مش كده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلويات دي يا ناس؟ بس ما تقفش قدامنا حاجة. بسم الله ما شاء الله عليكي. لا جميل، عجبتني بجد ما شاء الله. طالعة ما بين البرتقان والنارنج في حاجة طعمها جميل قوي. طب ما تقولي لنا كده عملتي الطريقة ازاي، نغش منك. يلا. والله بصي مكبر نباطل، أنا نزلت أجيب برتقان بلدي ما لقيتش. أسكت؟ لا عيب، ما ينفعش، ما بقاش احنا. جبت السفندي عصرته بايدي كده علشان خفت اخلصي مرره. عصرته بايدي على المصفى زي لسه زمان. وبعدين حطيته بابا شط جزر عادي زي ما بنعمل للبرتقال. تمام. وحطيته عليه وحطيتها على البوتاجاز وغليت، وشويه عقد الليمون. ما شاء الله عليكي، الله اكبر عليكي، بسم الله ما شاء الله يا داليا. والله هتعجبك يا هلوله جدا. لازم نجربها ونسميها مربة داليا، ايه رايك؟ سلم ايديكي وعينيكي يا حبيبتي يا رب. تعيشي يا داليا، شرفتيني، ان شاء الله نجربها. انا بولع دلوقتي فحمتين وبعمل كده ورقه فويل على اربعه، وبعدين هعملها كوبايه. بصوا الكوبايه بقى بتتعمل ازاي، دي للفحم. هدي الاول اللحمه المفرومه وهي سخنه كده لسه نازله من على النار، طعم وريحه الفحم زائد الصينيه نفسها. الصينيه نفسها بقى بعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله. كده هوسع هنا بسم الله جوه اللحمه المفرومه كده بعد ما اتعصجت، وازنق عليها كده باللحمه عشان تبقى ماسكه نفسها بالشكل ده. وهنحضر معانا غطا، وطبعا عايزين الزيت. نشيل كل ده وبعدين نشوف الفحمتين. ده فحم سريع الاشتعال يعني بيولع على طول ان شاء الله. ادي فحمايه، ادي التانيه، ونجيب الزيت وغطا بسم الله، نقطتين زيت كده عليها. بصوا الدخان عامل ازاي كده، وتروحي مغطيه عليها ونسيبها شويه لغايه ما نشتغل في بقيه الصينيه. هتلاقي اللحمه المفرومه خدت ريحه وطعم الفحم كأن اللحمه المفرومه دي مشويه بالظبط. خلاص احنا كده شكرا للحمه المفرومه، هنركنها دلوقتي على جنب بسم الله كده، ونشوف عندنا ايه تاني. هشتغل بقى دلوقتي في المكرونه نفسها. الجبنه الرومي اللي احنا حطيناها للحشو لسه ما حطيناهاش، بنحطها لما بنفرد اللحمه المفرومه بين الطبقتين. ادي المكرونه عندي، هجيب معلقه، اجيب معلقتين كده، وهجيب، هاتي بقى بولتين، هاتي طبقين، اي حاجه، واقسمي فيهم اللحمه المفرومه بالظبط قد بعض عشان يطلع لك الطبقتين متساويين بالظبط كده بسم الله. عايزين بقى نلبس جوانتي احسن، انا بحب يعني البس جوانتي عشان نتحرك بطبيعتنا، عشان بس ايه، حتى يعني انت نفسك كده نفسيا تبقي حاسه بعامل النظافه كده في الحاجه احسن، مهما كانت ايديك نظيفه يعني، الجوانتي كده بيدي امان اكتر يعني. ده رايي شخصي، رايي متواضع جدا جدا. هنقسم المكرونه زي ما قلت لكم نصين متساويين بالظبط، وبعدين هنشوف مع بعض. مستعجلين انتوا دايما على الخطوات، يلا بينا كده بسم الله. هاخد هنا نص المكرونه كده مسلوقه، تلات ارباع سلقه مش مستويه للاخر، خليكوا دايما فاكرين الموضوع ده بالشكل ده كده هنا. وبعدين ناخد النص التاني هنا. الفرن عندي شغال الاول، بشغله من تحت بس لغايه ما الاقي الحروف بتاعت المكرونه احمرت. لو الوش احمر خير وبركه، الوش ما احمرش بس الحروف بس احمرت، تعرفي ان الصينيه من تحت احمرت. تروحي مولعه عليها الشوايه دقيقه واحده بس وخلاص على كده. يا استاذ محمد
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني يا هالة. الحمد لله يا حبيبتي، عاملة إيه؟ انتي فين يا حبيبة قلبي؟ انتي وحشاني. انا موجودة اهو، ربنا يخليك يا رب. انتي اللي وحشاني والله. انتي اكتر وغوشتيني عليكي والله. ليه يا قلبي بس؟ ليه انا موجودة اهو، ما بتشوفنيش كل يوم بقى ولا ايه؟ حبيبة قلبي انتي ما بترديش على التليفون. بتتصلي على الرقم القديم صح؟ لا 011. ماشي. طيب انا هكلمك. حاضر انا هكلمك. طيب كلميني عشان اطمن عليك. والنبي اهالي يا رب يخليك. حاضر، من عينيا يا حبيبتي. حاضر، تسلمي لي يا رب ويسلم لي قلبك الحلو الجميل ده اللي بيخليكي دايما قلقانه عليا يا امي. والله خدت كده كبشتين بشاميل على كل جزء. اللحمه المفرومه هنا مطلعه روايح بقى وعامله عمايلها. واروح خلطه كبشتين البشاميل مع كل نص كده من اللحمه المفرومه، طريقة أمهاتنا بتاعت زمان، مكرونة بشاميل على طريقة أمهاتنا، بس مدلعينها النهارده شوية بموضوع الفحم ده. خلاص كده أول جزء أهو، شايفين شرب البشاميل خالص إزاي؟ زي العسل. الجزء التاني بسم الله كده، النصين كده قد بعض بالظبط عشان الطبقتين يطلعوا متساويين بهذا الشكل. وتعالوا بقى دلوقتي مع بعض كده نرص بقى الصينيه. كل حاجه جهزت عندنا، البشاميل عملته، المكرونه سلقتها وقسمتها نصين وكل نص حطيت عليه البشاميل بتاعه، اللحمه المفرومه اتعصجت وخدت التدخينه بتاعتها. دلوقتي بقى انا كده هبتدي ارص الصينيه. يا ام ادهم اهلا وسهلا. يا ام ادهم ازيك؟ الو. ازيك يا ام ادهم؟ لا انا مروه. ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. شكرا. عامله ايه؟ الحمد لله، فضل ونعمه يا حبيبتي. الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وكل حبايبك طيبين يا رب. وانا كنت عايزه اسال ازاي تخزن القرنبيط. القرنبيط يا ستي، شوف يا ستي، هتدي له سلقه خفيفه خالص. اه. يعني ما تسلقيهوش يستوي للاخر، لا طلعيه من الميه ني لان التلج بيخليه يستوي بعد كده تاني. ماشي. ماشي، وبعد كده تطلعيه تسيبيه يتصفى خالص وتبرديه بميه من الحنفيه او ميه من الثلاجه وبعدين ترصيه في اكياس وخلاص على كده. انا مروه اللي بكلمك على الواتس. ازيك يا مروه؟ الحمد لله كويس. ماشي يا مروه، تحت امرك في اي حاجه انت عايزاها يا قمر. ماشي. ماشي يا حبيبتي. العفو يا قمر. كبشتين بشاميل في الصينيه من تحت، ما بنحطش ماده دهنيه عشان المكرونه ما تلزقش ولا بقسماط مطحون ولا الكلام ده خالص، هما كبشتين بشاميل كده من تحت وشكرا ليهم. بعد كده هروح واخده بسم الله اول جزء من المكرونه اللي عليها برضو البشاميل كده، ماشيين مع بعض خطوه خطوه مع رئيسنا الجداد اللي بيقعدوا يسالوا على المكرونه. اهي يا ستي، لقيت والله من كتر الاسئله عليها مهما نعملها برضو اسئله تاني وتالت، قلت لا ده احنا لازم نترجم الكلام بتاعنا ده بقى كلام عملي كده. شايفين بظهر المعلقه بسويها ازاي؟ ده لازم واساسي معانا عشان ما تبقاش منكوشه وتبقى هايشه على الفاضي كده. انا شايفه هنا ان الطبقه اللي حطيتها دي اتساوت فخلاص شكرا ليها. بظهر المعلقه كده وانزل المكرونه من الحروف عشان لما احط اللحمه المفرومه تبقى باينه معايا. ادي كده طبقه، اول طبقه من المكرونه معانا. نشيل دي. معلش يا سباعي، الله يكرمك، تقول لي تاني. يا استاذة حسنية. ايوه استاذة حسنية. ايوه يا شفهال حبيبتي. شفهال صباح الهنا، صباح العسل على عيوني. خليك يا شفهال. صباح الفل حبيبتي. إيه؟ الحمد لله بخير. وحشاني والله. الله يكرمك. وحشاني والله يا شفهال. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا شفهالة. والله الصراحة يا شفهالة والله متابعاكي من زمان، من سنين. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي ودايما مع بعض يا رب على طول. أول مرة أكلم حضرتك والله. أهلا وسهلا بيكي وتحت أمرك في أي حاجة. أنا من سوهاج. حبايبنا الجو عندكم عامل إيه قولي لي؟ والله برد يا شفهالة. برد برضو عندكم؟ برد معقولة؟ ده أنتوا أملنا. ده أنتوا أملنا الوحيد. الله يخليك يا شفهالة. ربنا يعينكم يا رب. والله أنا بتابع حضرتك وبعمل بصراحة والله بعمل حاجات كتير قوي من حضرتك والله. يا حبيبتي ده أنتِ تشرفيني دايما والله ويكون لي الشرف. الله يخليكي يا حبيبتي. قولي لي الخط قطع؟ طب معلش يا ريت تكلميني تاني، يا ريت كنت اعرف بس بتسالي عن ايه.
بسوي كده كمان اللحمة المفرومة. أهم حاجة عندي اهتم بالحروف، عشان برضو الحروف هي اللي هتبقى باينة من الصينية. مش بيقولك العين بتاكل قبل البق، خدي كده من النص للنص هنا عالي، خدي من النص كده على الحروف، خلي الحروف تبان طبقة اللحمة المفرومة كمان، وبعدين أرجع أسويها كده. لا حساها هنا عالية، بصي لما أحس إن حتة عالية أخد على الحروف كده، عشان برضو احنا عندنا مشكلة في المكرونة البشاميل. ما انتوا عارفين انا منكم يعني، وبتحصل معي نفس المشاكل، ان حروف الحروف بتاعت المكرونة تبقى فاضية، ما بيبقاش فيها لحمة. بنهتم بالنص، لا اهتمي بالحرف. شايفين سويته ازاي اهو بالشكل ده، وبعدين هنروح حاطين الطبقة التانية من المكرونة. بسم الله نقلبها بس تاني كده. البشاميل بقى خلاها قفشت ازاي، دي بقى بعد ما بتستوي وتيجي تقطعيها عمرها ما تسيح منك، زي ما بتشتكوا كتير وتقولي عمر ما المكرونه البشاميل بتطلع حته واحده معايا. حطي البشاميل، شويه بشاميل على المكرونه الاول زي ما انا عملت كده كده. وعايزين نسويها التسويه هنا بقى، عشان اساوي الطبقه دي بالايد مش هينفع معاها اي معلقه خالص، بايدينا وهنسويها. نجيب بس الموتزاريلا جنبنا. لا ما تقولش، حالا يا فندم حالا كده اهو. هعمل ايه بس يا سباعي، يقول لي انا بجري ورا نفسي اهو، يعني نعمل ايه تاني اكتر من كده؟ ماشي. بصوا كده يا جماعه، لما تسويها بايديكي تتسوى كده بالشكل ده مش بالمعلقه. رشه جبنه رومي، ما حطيناش جبنه رومي على اللحمه المفرومه يا جماعه، ابقوا حطوا جبنه رومي على اللحمه المفرومه من تحت، انا نسيت للاسف، مستعجله مستعجله مستعجله. بصوا دي الرشه دي هتدي بقى مطه حلوه وطعم حلو جدا ما تتخيلوش قد ايه. وبعدين ادي بسم الله الرحمن الرحيم الموتزاريلا بتاعتنا. الموتزاريلا دي بيتي اللي كنا عملناها قبل كده مع بعض بالشكل ده. مدام ناديه اهلا وسهلا. خير يا وشي، الخير. صباح الهنا، صباح العسل، بتاع الشتا وجماله والشياكه بتاعت الشتا. والله انت اللي كلك ذوق يا مدام ناديه، والله والله العظيم انت جميله في كل حاجه. حبيبتي قلبي تسلمي لي. يا رب النهارده عندك زحمه يا عم، الله يكتر احبابك. الله يخليك يا رب دايما مع بعض. من اول البرنامج وانا بارنا هو الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. يا رب دايما البشاميل، على فكره دي البشاميل دي عايز اعملها كل يوم، كل يوم الناس تسال عنها، بتسال عليها، عشان كده انا قلت بقى لازم اعملها لكم. يعني والله ما شاء الله عليكي، ما شاء الله، ربنا يخليكي. ايه اللي انا بعملها بقى جميله زيك كده والله، ما شاء الله، وتطلع احلى كمان. في الاول كنت بقى يعني ها تنشف تعمل، دلوقتي بقى بقيت ايه شيف ناديه بقى ما شاء الله. ما شاء الله انت على طول شيف يا مدام ناديه. لا والله بصي بجد احنا كبار وبنعرف، بس بنتعلم منك تركات كتيره يا سيدي. ربنا يخليكي يا رب، ما تحرمش منك. بس بصراحه عشان ما بقاش منافقه، انا بحب اللي هو البشاميل اللي متحمص زي ماما الله يرحمها، القديم ماشي ده في ايدينا وده في ايدينا. اه بتحمري فيه الدقيق. ده في ايدينا وده في ايدينا. وبعدين ده حلو بقى للبنات اللي بتوع اليومين دول. ايوه اللي مش متعود عليه. أيوة يعملوا كده سريع سريع في الخلاط كده. تسلم ايديكي يعيش. وتسلم عينيكي. الله يكرمك وربنا دايما يديكي الصحه وما يحرمناش منك ابدا ابدا. ربنا يخليكي يا مدام ناديه، اشكرك. في تكايه هنا يا جماعه مهمه، ان انا حطيت موتزاريلا ورومي تحت البشاميل، من فوق بقى هحط رشايه خفيفه، يعني الاصل خليه تحت عشان يديكي المطه الحلوه ويخلي البشاميل طري جدا ما ينشفش ابدا في الفرن. ساوي كده بظهر المعلقه، زودي طبقه البشاميل فوق على قد ما تقدري، عشان هي دي اللي هتدي الطعم الحلو بتاع صينيه المكرونه. كده خلاص اهي رشه خفيفه. احنا بقى عاملين اصل الجبنه الموتزاريلا تحت، فهنا بصوا توزيع كده خفيف مش اكتر من كده اهو، وعلى الفرن على طول، ما تشغليش فوق وتحت مع بعض عشان الوش ما ينشفش. تحت الاول لغايه ما تلاقي الحروف بتاعتك احمرت، خلاص تروحي طافيه تحت ومشغله فوق، مش اكتر من كده يا جماعه. هنعمل بقى دلوقتي حركه بسيطه ونقدم الصينيه بتاعتنا، عايزين بس نظبط الدنيا دي. خلاص كده هتدخل الفرن درجه حراره 200 او 220، بتبقى درجه الحراره عاليه شويه. بسم الله نفتح الفرن وندخلها على بركة الله، ونجيب بقى دلوقتي
قطعه فحم بسرعه، الحمد لله ان هو سريع الاشتعال ما بياخدش وقت خالص. وهروح حطاها كده على النار بس تولع وخلاص ونبقى خلصنا يا سباعي، ما تقلقش خالص. ادي صينيه المكرونه بتاعتنا اللي عملتها لكم قبل الحلقه على طول، لسه سخنه جازفت بيها فحميه بس تولع كده، وهنشوف بقى الصينيه نفسها هنديها طعم وريحه الفحم ازاي. نجيب بس ورق فويل، ورقه كبيره كده حلوه. بسم الله. ليه مش محضرينه؟ ليه؟ يلا بينا. احنا خلصنا يا سباعي اهو، خلاص احنا خلصنا والله خلاص. بصوا كده يا جماعه، هوريكم بس الفكره وانتوا بقى ايه اشتغلوا عليها بقى براحتكم خالص. ادي اهي الفحمه هنا على صينيه المكرونه، وبعدين نقطه زيت. بسم الله. ما مولعتش كويس، مش مشكله، هوريكم الفكره بس. وتروحي مغطيه كده تخلي صينيه المكرونه تاخد ريحه وطعم الفحم. يبقى احنا في الاول خالص خلينا اللحمه المفرومه خدت ريحه وطعم الفحم بعد ما عصقتها بكل الخضار وبعتها بعيد عن النار وهي سخنه. بعد كده الصينيه تخرجيها من الفرن، تروحي عامله الحركه اللي عملناها دي، تطلع معاكي كل الصينيه بطعم وريحه الفحم كانها مشويه بالظبط، طعم جديد وحاجه كده ايه نكهه جديده خالص لصينيه المكرونه البشاميل. وده جمال الصينيه بتاعتنا النهارده. لو سباعي بعد اذنك لو جابها لنا من الجنب هتشوفوا الطبقات عامله ازاي اللي اتفقنا عليها، طبقه مكرونه، طبقه لحمه، طبقه مكرونه، طبقتين المكرونه هم قد بعض بالظبط. ماشي يا عم احمد، تسلم ايديك يا عم احمد. طبقتين هم قد بعض. هتقطعي قطعه المكرونه هتلاقيها بالشكل ده، هتلاقيها متساويه زي مكرونه الاعلانات بالظبط. الف هنا وشفا ليك.